الخبر الاول اللي عدنا عن ايمو مارو فضيحته ومشكلته ويا يارا ماري يا حبايب. فالما يعرف يا حبايب انه ايمو يارا هم كانوا اصدقاء قبل فتره، ولكن الصدمه يا حبايب انه من حوالي قبل كم يوم ايمو ما انشال فولو عن يارا من سبب الانستغرام، وفعليا بدون اي سبب واضح. هذا اللي خلى يارا يا حبايب طبعا انه هي تنزل ستوري وتقول انه هي اساسا ما تعرف شنو اللي قاعد يصير. والصدمه اللي صارت بعدها يا حبايب اللي هو انه ايمو التقى ويا قمر، والاغلب توقع انه هذا هو السبب اللي خلى ايمو مان انه هو يشيل فولو عن يارا بسبب انه هو يريد يصور ويا قمر الطائي. ولكن ايمو مان يا حبايب طلع اليوم ببث مباشر وهذا بيصنفه انه هذا الخبر صحيح يا حبايب، وصار يقول انه هو ما شال فولو لهذا السبب، ولكن ما يريد يحكي وما يريد يفضح يارا. راح احط لكم لقطه يا حبايب شوفوها. بدي لكم هيدا الشيء باللايف كمان اقول لكم اياه، انا ما سويت فولو مشان غيرهم، انا سويت فولو لاني كيف عليكم؟ لأني ما بدي أحكي كمان، ما بدي أحكي أأذي حدا، هيك أحسن خليني أسكت. طبعا بالنسبة ليارا يا حبايب فهي ردت على إيمو عن طريق المقطع اللي نزلته ويا مريانا، اللي هي يارا تجاوب على الإشاعات اللي طلع عليها، وأهم من الأسئلة اللي سألوها إنه ليش أنت بطلتي تصورين ويا إيمو، فهي صارت تقول إنه هي بنفسها ما تعرف إيش وش الفول عنها، يمكن مجرد اللي يسوي دراما. شوفوا اللقطة. قصة أنا فعليا ما بتعرف أنا كيف فتحت السوشيال ميديا، فتحت الإنستجرام عندي لقيتها مقبولة، يعني لقيته إنه هو اللي اختار هالشيء، أنا ما اخترت هالشيء، بالعكس أنا وياه ما كان في بيناتنا ولا أي شيء، فجأة لقيته. قصدك هو اللي اختلق مشكلة من ولا شيء؟ اختلق مشكلة من ولا شيء. دراما. دراما بحياتهم. نروح حاليا للقمر الطائي والقناة الجيمنج اللي فتحتها يا حبايب، فنزلت هذا الستوري جند تقول بي فتحت لكم قناه جيمنج وراح تكون احلى قناه جيمنج وحلتزم بها وعدكم، بس اريدكم تشتركون بها بالقناه وتنشروها بكل مكان لان راح اسوي مفاجات ناريه. فيا حبايب الرابط بالوصف الكل يشترك بقناتها، الرابط بالوصف الكل يروح يشترك بيها. دش ما قلت القصص مقصر وياها وبس، اكتبوا بالكومنتات شاركوا بهذه الفكره. نروح ليارا ماريانا وتهجمهم على نور مارو فريقه. بالنسبه ليارا يا حبايب في المقطع نفسه مال هي يارا ترد على الاشاعات، سالتها ماريانا انه هل انت جتوا علاقه حب ويا نور مارو؟ فهي قالت انه لا مش علاقه حب، مجرد كانوا اصدقاء وندمان على هذه الصداقه والحمد لله انه هي انتهت. اما بالنسبه لماريانا يا حبايب في المقطع اللي نزلته يارا على القناه اللي هو كان مقلب الاستفزاز بماريانا، ماريانا صارت تقول انا مو مثل فريق نور مارو اللي استغلش وذبش، يعني نوعا ما قاعد تلمح عليها انه فريق نور مارو استغلها وذبها. شوفوا اللقطه يا حبايب. حتى مو ذهب قدرت عم يعملوا يستغلوكي، انا ماني عايزه استغل. قال انك انت بتحبي ما في حب؟ ما في، ما كانت بيناتهم مجرد صداقه والحمد لله انتهت. بس اوكي بتروح احبابي اكتبوا لكم التاتا التوي ماريانا ويارا ام ويا فريق نور مار من تشوفون الصح. وننتقل حاليا لمفاجأة اليوتيوبر. بالنسبة لأول واحد يا حباب واللي هو نورمار اللي فاجأ الناس كلها بتنزيل هذا الستوري اللي كانوا ويا نارين، كان يعلنون انه حينزلون مقطع باشر ويا بعض، كان منزلين هذه الصورة هم ويا بعض. أتوقع أن الكل متحمس يا حبايب هذه المفاجآت والأشياء الخرافية، واكتبوا لنا كومنتات جاي متحمسين لهذا الموضوع. بالنسبة ثاني شيء يا حبايب واللي هي نور ستار، وأخيرا بعد السنين كلها قاعدة تحمسنا بها على المفاجأة الخرافية مالتها، قالت هذه المفاجأة راح تنزل لكم يوم 17، يعني بعد يومين يا حبايب راح تنزل لكم المفاجأة اللي حمستنا عليها نور ستار، راح أعطيكم الستوريات مالتها شوفوها. أما المفاجأة الثانية القوية جدا 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 يوم 15 يوم 17 الشهر حينزل او حتنزل مفاجأة على قناتي باليوتيوب. 17 الشهر حتنزل مفاجأة بقناتي على قناتي بيوتيوب. 17 الشهر المفاجأة القوية اللي ناطرة اشهر. اوكي هلا بعرف غيرت لبسي بس انه اجتماعات بنروح هيك اوكي. بس جد 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 بدي اشرب القهوة. بس قبل ما اشرب القهوة 17 الشهر ترقبوا فيديو نار، مفاجأة نار على قناتي بيوتيوب. اوكي المفاجأة الثانية انا بعرف غيرت لبسي بس يوم 17 الشهر حينزلكم فيديو المفاجأة. حتنزلكم مفاجأة حتكسر الدنيا، حتنزلكم شغلة كتير كتير قوية 17 شهر على قناتي باليوتيوب. وبالختام يا حبايب انس شايبي اليوم راح يلعب المباراة مالتي الملاكمة ويا ادم صالح، اكيد كنا متحمسين هذه المباراة، ما ادري الصراحة اكيد راح تكون مباراة نارية. اكتبوا بالكومنتات من تتوقعون يفوز، وطبعا اكيد اشتركوا بالقناة يا حباب لان اليوم بالليل راح احط لكم المباراة كاملة تحضروها فاشتركوا بالقناة. وبس شكرا لكم زي ما قالت ملك القصص، وبس مع السلامة. فجر رضا مخولكات وسحبكم، مع السلامة.